ينضمنا مباشرة من العاصمة عدن أحمد الربيزي المحلل السياسي. في البداية أرحب بك معنا في نشرة السابعة أستاذ أحمد. وبداية الرسالة قدمتها القوات الجنوبية بأنها ستحارب الإرهاب أينما وجد، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه القوات في محاربة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في الجنوب؟ أولا شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، ونحييكم على تفاعلكم المستمر مع هذه الحملة والتي رافقتوها منذ انطلاقتها. حقيقة سهام الشرق يعني في مرحلتها الرابعة استطاعت خلال يومين الماضيين من الوصول إلى آخر مديريات محافظة أبيان اللي هي المحفد، واستطاعت تدخلها من ثلاث محاور اللي هو المحور المودية وكذلك من اتجاه شبوة، والمحور الثالث اللي هو من اتجاه أحور مباشرة إلى المحفد طبعا بطريق رملي. هذه القوات التي استطاعت الوصول إلى هذه الأماكن استخدمت في دخولها إلى المحفد تكتيك جديد اللي تكتيك الدخول من عدة محاور. المخاطر التي حاليا يعني تواجه هذه القوات هي اللي يفترض ان يكون لدى القوات بعد ان استطاعت اليوم ان تسيطر على محافظة أبين تقريبا وكل مناطقها، واستطاعت الوصول إلى آخر مديريات، مطلوب منها اليوم أكثر من أي وقت مضى تفعيل الجانب الاستخباراتي والأمني، وخاصة بعد أن استطاعت الوصول إلى عدة مناطق، واليوم من خلال وجودها في هذه المناطق تستطيع أن تنقض على أي جماعات أو أي خلايا تحاول أن تقوم بأي أعمال. نبارك لقواتنا المسلحة والأمنية بهذا النصر الكبير، ونتوقع كذلك أن تكمل المرحلة الأخيرة اللي هي تقريبا لم تبقى من محافظة أبين إلا 25 كيلو من العاصمة محافظة أو عاصمة مديرية المحفد اللي هي مدينة المحفد إلى منطقة العرم، يعني حوالي 25 اللي حدود شبوة. وطبعا هذه كذلك مؤمنة يعني من قوات دفاع شبوة وكذلك من الحزام الأمني. فاليوم هذا النصر الكبير يعني جاء متزامن مع بداية احتفالات ثورة 14 أكتوبر اللي خلال الأيام القادمة سنحتفل بذكرها قريبا إن شاء الله خلال الأيام القادمة. طبعا أستاذ أحمد، كيف يمكن استغلال انتصارات القوات الجنوبية على العناصر الإرهابية ضمن عملية سهام الشرق من الناحية السياسية؟ من الناحية السياسية استطاع الجنوبيين طبعا الوصول إلى جغرافيا الجنوب أو أكثر من 90% من جغرافيا الجنوب، وامتدت قواتهم الأمنية والمسلحة إلى هذه المناطق واليوم تحاول تأمنها، وهي كذا يعني بهذا الشيء يعني وبهذا الأمر يعني كسبت الرهان، وخسروا الذي كانوا يراهنون أن القوات الجنوبية لن تستطيع أن تأمن مناطقها ولن تستطيع أن تأمن محافظاتها. وهذا نصر كما هو نصر جغرافي كذلك نصر سياسي ولا يخفى على أحد. نعم أستاذ أحمد، كسر شوكة الإرهاب في الجنوب واجهته القوات الجنوبية بتحديات كبيرة، برأيك هل سنشهد دخول عسكري شرس لاستكمال المرحلة المقبلة؟ لا انقطع صوت عندك لكن لا سأعيد السؤال تفضل. كسر شوكة الإرهاب في الجنوب واجهته القوات الجنوبية بتحديات كبيرة كما شاهدنا، برأيك هل سنشهد دخول عسكري شرس لاستكمال المرحلة المقبلة؟
سيكون هناك حسب اعتقادي تنسيق ما بين القوات الحزام الأمني في أبين، وكذلك مع قوات دفاع شبوه، وكذلك مع النخبة الحضرمية. ولديها مهام، هذه القوات كلها لديها مهام قسيمة في تأمين هذه المحافظات، محافظة أبين ومحافظة شبوه وكذلك محافظة حضرموت. في اعتقادي ان التعاون المشترك سيخلق يعني تأمين، يعني ضامن على عدم وجود او قلق او ايش نسميه، يمكن نقول يعني خنق هذه الجماعات وعدم ترك لها اي فرصة في مجالها لتتحرك كما كانت من قبل. نعم أستاذ أحمد الربيز المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من عدن، شكرا جزيلا لك.